الأحزاب الإسلامية أكثر من حزب. نعم. يعني نعم. ناش نحكي أسماءها، بس حزب جوة الإسلامي والوسط الإسلامي. نعم. وحزب دعاء وحزب التحرير وحزب، يعني في أحزاب كثيرة، يعني في أحزاب قومية ويسارية، في حزب شيوعي، في حزب بعث عربي اشتراكي، في حزب. أريد النقطة، لماذا دائما نرى أن الأحزاب الناجحة فكريا هي الأحزاب القومية واليسارية؟ هل لأنها تقاتل من أجل فكر لا تؤمن لا به لا لا أم هو أنها هو هي لديها الحزبية السياسية؟ لا، الأحزاب العقائدية كانت سابقا كل الأحزاب عقائدية. نعم. اليوم تغيرت الدنيا. نعم. اليوم الأحزاب غير العقائدية أيضا موجودة وممكن توصل، بجوز بالأردن بعدها ما وصلت لكن مع الوقت راح توصل. نعم. الأحزاب غير العقائدية، يعني الأحزاب بعثية أو شيوعية أو أخوان مسلمين، لا، في أحزاب الوسطية. لكن اللي بيحكوا له اخوان انه بيجي ممدوح العبادي بيسوي حزب ويضلوا هذا بصير هو شيخ على الحزب ولا من منه، طيب ماشي روح حزب ثاني ثالث رابع عاشر، في 26 حزب صار. هذا لا يعني، احنا بنحكي موضوعنا الشباب. عندك حركة تمرد بمصر قامت بما لم تقم به كل الأحزاب. نعم صحيح. قومت الدنيا وغيرت الدنيا وغيرت نظام وغيرت كذا، ما زالت تقاتل، وهي عبارة عن شباب لما بتشوفهم لابس لشورت تي شيرت وبنطلون جينز وقوم الدنيا وما قعدوها. يعني ليست مقصورة على أنك أنت بدك تروح عند حزب ممدوح العبادي وتدخل فيه لأنه كذا مخضرم. نعم. وبالتالي لا، أنت بتقدر تشتغل. وهذا طبعا لا شك في أنه يعني اللي بحكي على الأخ أنه المال ضروري لسوء الحظ، المال ضروري للأسف. نعم. يعني أنت إذا ما عندك مال ما عندك مجموعة رأس مالية حقيقية تدعم الحزب زي ما صار بأوروبا كلها، أوروبا كل الأحزاب قامت على دعم الرأسمالية الوطنية. نعم. أمريكا صحيح. كل أحزابها بتعيش على التبرعات من الناس الذين يدعمون هذا الحزب. بلا مال كيف بدك تساوي قناة تلفزيونية، وكيف تساوي جريدة، وكيف تساوي يافطة، كيف تساوي مراكز وبتسوى عليها كهرباء ومية موظفين. نعم. وبعدين أنا لو بدي أصير حزب بدي أتفرغ، من عندك الخبز بدي أتفرغ، يعطيني الحزب راتب مشان أتفرغ لي العمل في هذا الحزب. نعم. لذلك يا أخوان يعني، وبعدين إحنا ما خلينا نطول بالنا شوي. آه. لسه إحنا المراحل قبل يعني لحد الآن بعد الكبار بالسن بيقول لك الله بعدنا عن الحزب، شو بدنا بالحزب؟ صحيح. نفسية صحيح. الناس صحيح. بعدها صحيح. تحتاج إلى وقت. لكن لا شك من ناحية المبدأ أنه كل الدول التي تقدمت، ما بدنا نخترع العجلة بالأردن، إحنا كل الدول التي تقدمت من خلال تكوين أطر سياسية تسمى حزبية، هي التي تتداول السلطة وهي التي تحكم البلاد وهي التي تقود البلاد. وغير ذلك بيظلوا زي ما عندنا تقريبا اللي بيحكوا عنه مجلس النواب الأردني الحالي 150 حزب، يعني بمعنى غير مؤطر، والكتل كلها غلامية بتتغير وتتبدل. لو كان في حزب يعني بيكون ربط الأمور بالكتلة أكثر، وبالتالي قرارهم يكون مشترك سلبا أو إيجابا، ما بتغير لأهواء ولا اتصالات ولا أي شيء. لكن هذه يعني مش معقول واحد أول ما بنزل بطن أمه بمشي، بده يحبي. نعم. بده يقع بده كذا، وبالتالي أنا بعتقد بده وقت الوضع. نعم. حتى تستوي الأمور، وهذا كل دول العالم فيه. وإحنا يعني بيجي بيقول لك والله ليش ما بدخل الحزب الشاب؟ شو بده الحزب هذا كمان؟ هو بده يصير نائب، هو بده يصير وزير، هو بده يصير مسؤول. يمكن العشيرة بتقدم له أسرع من هذا الحزب، يمكن المال تاع أبوه. نعم. وتاع أهله بيقدم له. نعم. أكثر من ولذلك حزب. يعني هذا لسه فيه عوامل موضوعية في مجتمعنا الأردني تمنع التطور الحزبي من الناحية الفكرية. نعم. ولذلك هي تحتاج إلى وقت، يعني مش إنه والله بس. لكن إحنا لما بنحكي بهيك ندوة وندوات كثيرة، وحتى الدولة ما بتقصر، شباب كل الأردن بيشتغلوا، ووزارة شباب ومؤسسات شباب، لا صار ما بديلها، يعني الاسم المسمى تغير لكن الفحوى واحد، لكنه ضعف قليلا. جهة من الدولة بدها تدير بالها على الشباب بطريقة أخرى، والشباب لهم دور كبير. النقطة اللي أنت لفت انتباهي إلها حقيقة نقطة جوهرية، إنه كثير من الشباب بلقوا نفسهم في خدمة مؤسسات المجتمع المدني، أدائهم وعطائهم بفرض حاله مع الوقت. لكن لابد من إنه هذا الشاب بده يترشح على النقابة، بده يترشح على بلدية، بده يترشح بالنهاية على نيابة،
كل هذه الأمور مجتمعة بتطور العمل السياسي، والأمل كبير إن شاء الله. نعم بإذن الله. دكتور معتصم، بالنسبة للأخ زيد، يعني نعم. يعني لا شك إنه الأخ زيد تحدث عن المواطن الضعف في العملية السياسية الحزبية. نعم. عندما أشار بأنه هدف الشاب هو الوصول إلى منصب، طبعا هذا شيء يجب أن نعالجه، هي آفة، وهذا ليس في صلب العمل الحزبي، هو موجود ولكن ليست هي الظاهرة. نعم. في العمل الحزبي الأحزاب هم أصحاب نفوذ مالي، يعني لا مش كلهم والله، يعني ما بنقدر نقول إنه أصحاب النفوذ المالي، ولا كان شفنا أصحاب الملايين في الأردن هم الذين قاموا بتأسيس الأحزاب، بينما أصحاب الملايين ربما يعني الحزب يخدم مصالحهم، وهكذا هي الحالة في أوروبا، وهكذا هي الحالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا في اليابان، أن أصحاب النفوذ المالي يسيطرون على العمل السياسي والقرار التشريعي من خلال تبنيهم لأعضاء المجالس التشريعية. الأستاذ عبد الله السواعي أشار إلى أن مؤسسي الأحزاب هم المتقاعدي الدولة. صحيح صحيح، هو الأغلب من المؤسسين لما يمتلكون من خبرة. يعني العمل الحزبي هو ليس بشركة، ليس بعمل خاص، هو عمل مؤسسي مبني على منظومة من التشريعات الناظمة للحياة المدنية والوظيفة الحكومية والعلاقات بين شرائح المجتمع المختلفة. الأقدر على إدارتها الأقدر هو من امتلك خبرة في المجال، نعم. ولذلك هي ليست نقيصة، وإنما هي تعطي دافع من الدوافع، نعم، هي تدفع وتحفز وتحسن من الحزبي، يجب أن تحسن من أداء الحزبي. نعم. الشهرة والنجومية يعني قد لا نتفق، قد يكون هناك بعض الحالات ولكن ليست يكون نعم. مالك حالات. نعم. البرامج هي مطلب أساسي وضروري جدا لكل حزب، يجب أن يكون الحزب صاحب برامج ولديه خطة حتى يستطيع أن يقنع الجمهور. نعم. بالنسبة لبعض الأحزاب التي تسعى لتأسيس، أو لبعض الأشخاص الذين يسعون لتأسيس أحزاب للحصول على منحة أو مخصصات من الموازنة، نعم. يعني للعلم مقدار الدعم هو 50,000 بالقانون، وال50,000 والله ما بيجيبوا إيجار مقر واحد طبعا، تتغير بكرة يعني إذا كان فلذلك فالأحزاب يعني تحتاج إلى تمويل أضخم وأضخم بعشرات المرات من هذه المبالغ. حضرتك طرحت سؤال، والسؤال هذا له معنى، له مدلول، إنه لماذا الأحزاب الناجحة هي الأحزاب القومية أو نعم. أنا بقى يعني هم بيقاتلوا لفكر، نعم. مش هي نجاحها زي ما بنحكي عن الأحزاب اللي بيحكي أنا عبد الله السواعي إلا شهرة ولا مال، نعم. وكذا، نعم. نجاح هذه الأحزاب نابع من بيئة المجتمع العربي في كل الدول العربية. نعم. المجتمع العربي والدول العربية والأمة العربية عانت من استعمار، وعانت من انتدابات، وعانت من حروب، فلا يوجد فكر يقاوم هذا الاستعمار ويقاوم هذا الاحتلال. نعم. ويقاوم هذه الحالة سوى الأحزاب القومية والفكر اليساري، لأن الثورة أو تجربة الثورة اليسارية في الدول الاشتراكية هي لا شك بأنها كانت تجربة عظيمة قوية، نعم. وقوية، وأعطت دافع لكل شعوب، وفرضت فكرها وفرضت نفسها. نعم. ولذلك تجد بأن القومي واليساري هم الأقوى بالعمل الحزبي داخل الوطن العربي، ناهيك عن أن حتى ما بعد مرحلة الاستعمار والاحتلال تم تقسيم الوطن العربي، نعم. إلى دويلات، إلى دويلات، وبالتالي تم النداء بالقومية العربية بمعنى الاتحاد العربي، نعم. أن الأمة العربية أمة واحدة، وأن الوطن العربي وطن واحد، وهذا صوت الآن نجده قد طبق في أوروبا ولكن بطريقة أخرى، نادوا بالاتحاد الأوروبي والآن هم يطبقون سياسة اقتصادية ومالية وحتى سياسة خارجية واحدة، نعم صحيح. وهذا نوع من أنواع الاتحاد،
فما بالك عندما تكون أمة واحدة، أمة واحدة من النهر إلى المحيط تقاتل لفكر واحد، وهي مطالب محيطة. نعم. دكتور اسمح لي أن أخذ اتصالين. أمير يسعد مساك وأهلا وسهلا بك برنامج حكي شباب، تفضل. الأستاذ أمير يسعد مساك يا أخ إبراهيم. ومساك سيدي. أمين عمري معك من نربد. أهلا وسهلا بك، تفضل سيدي. يسعد مساك أنت وضيوفك المحترمين. أهلا وسهلا. أولا الشباب اليوم لا ولم ينكر خبرات وأفكار الرعيل الأول مطلقا، ولكن للأسف بعض الرموز الحزبية القديمة تريد أن تبقى وتهيمن على جميع المواقف التي لا تخرج عن نطاق الكبار والقدامى من الجيل القديم، وكل احترام الجيل القديم. إذا أرجو أن نعترف بكل صراحة، هذا الزمان والمكان والإنسان الحالي يختلف عن زمان قديم في معظم يعني في معظم الأمور الحياتية للشباب. إذا سؤالي، هل يسمح للشباب الحزبي اليوم أن يتخذ الدور الكبير في جميع مناحي الحياة أم لا؟ اثنين، هل يختلف شباب زمان فكرا ورأيا عن شباب زمان عن شباب اليوم، وما هو السبب؟ وشكرا لكم. أشكرك أخ أمير على هذه المداخلة. معالي ممدوح العبادي، الدولة الأردنية بلغت من العمر بما يقارب 92 عاما، وهي يعني بنيت على العشائرية، وتأتي بيوم وتقول سأنتقل إلى الحزبية. كم نحتاج من الوقت ليكون هنالك بالأردن أحزاب فاعلة تصل إلى السلطة وتقاتل من أجل فكر وطني تنهض به الأمة؟ يعني خليني أقول لك مثال صغير مشان المشاهد يعرف. نعم. ما يمكن كان يصير هذا العدد 10 أو 15 نائب أنثى في البرلمان إلا من خلال التشريع، لأنه ما حدا بنتخب الست. يعني سنة 89 صار انتخابات حرة ونجمة، طلعش ولا واحدة. نعم. ولا واحدة، حتى الأحزاب اللي بتقدر تنجح ما دخلت نساء، ما راهنت نساء قوائمة. نعم. لكن عندما الدولة قصدت مساعدة النساء ساوت تشريع تمييز إيجابي بالكوتا النسائية، فصار يطلع، ولليوم تنتين واحدة بيطلعوا بقائمة أو بيطلعوا في هذا، والأغلبية القصوى من خلال الكوتا. الكوتا. نعم. أنا مع أن تكون هناك كوتا حزبية تساعد الأحزاب، مثل ما كوتا شبابية تساعد الشباب حتى تنطلق إلى الأمام، وغير ذلك لا يجوز، لأنه بدك تمييز إيجابي ساعد، ما بدك تساوي أنت الدولة. إذا تبنت أنه أنا بدي شباب، أنا بدي أحزاب، أنا بدي كذا، بتساوي. ولذلك إذا لسوء الحظ المحكمة الدستورية أقرت شيئا رجع التمكين الديمقراطي المستقبلي بأن قالوا أن الكوتا الحزبية غير دستورية، طب يا أخي والكوتا النسائية غير دستورية، والكوتا تاعت البادي غير دستورية، والكوتا تاعت الشركس والمسيحية غير دستورية. إذا بدك تحكي على الكوتا. نعم. أنا مع الكوتا لأنه هي الطريقة المثلى إنك تقدم مجتمعك، لكن ولا إذا بدك تضلك ساكت على مجتمعك زي ما قلت 92 سنة العشائرية، كمان بدك أكثر من 92، بدك 95 مشان تصير الأمور، ولذلك أنت بدك تساعد. لذلك عندما أخذ القرار، ويجب أن يكون هناك تعديل دستوري واضح أن تقول بأننا بحاجة إلى كوتا نساء كوتا حزبية زي الكوتا المسيحية أو الشركسية أو الكوتا أو البادي أو كذا، حتى تقدم الأحزاب مشان يصير عندك أنت طمع. نعم. إنك أنت بتساوي من خلال الحزب نواب، لكن إذا بتقول شو الأحزاب ولا بتساوي ولا نائب، شو بدي بالشغلة؟ أنا بروح على عشيرتي بصير نائب، وأنا قريشاتي بساعد من هون من هون وبصير نائب، شو بدي بهالحزبية؟ ما بتقدم لي إشي. ولذلك إذا عندنا الدولة بدها تشتغل صح، بدها تساوي كوتا للأحزاب حتى تستطيع أنك تنقل نقلة نوعية وتبدأ العشائرية. مزبوط. طب إحنا ب56 ما كان عندنا عشائر. نعم. وأكثر قبل 40-50 سنة، ونجحت تنظيمات سياسية مختلفة، وهم يعني الحزبيين منهم بدهم يجوا من القمر، مولاد عشائر مثلي ومثلك، يعني واحد بيشتغل بالحزب الوطني الاشتراكي، واحد بيشتغل بالحزب البعث، واحد بيشتغل بحزب الاخوه، وبنجح هذا او بنجح هذا، ولكن ما زال هنالك النزعه العشائريه. حتى اذا انا بدي اروح اشتغل بحزب، بروح على حزب فاتح ابن عشيرتي او ابن منطقتي. ماشي، مش غلط يعني، ما هو انت ما بتقدر يا اخي، ما بتقدر تتخلى يعني عن وطن.